بسبب الحاجة الملحة بالمخيمات العشوائية قررنا إنشاء مشروع اسمه مشروع الخيام التعليمية استهداف أطفال النازحين بالمخيمات العشوائية اللي مثل ما كنا شايفينها هون. هاي الأطفال طبعاً فاقدة لموضوع التعليم من تقريباً سنوات منقطعين تعليمياً، فقررنا إقامة هذا المشروع وإنشاؤه. الحمد لله كانت الاستجابة أكثر من التوقع. وصل لي سنتين ما تعلمت، هلق عم نتعلم وعم بلعب ومكيفين هوني، وهي المدرسة ما في أحسن منها وما شفنا غيرها، مبسوطين هوني وكل الأولاد فرحانين عم يلعبوا فيها.